وللحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا في الاستوديو السيد وائل حماد مدير إقليمي لشركة ICM Capital. أهلا بك أستاذ وائل. أستاذ وائل, يعني اليوم الفدرالي طمأن الأسواق بعدم رفع الفائدة قبل نهاية 2023. أسواق العالم جميعها تفاعلت مع هذا الخبر, وبالذات أسواق الأسهم الأمريكية التي كانت اليوم يعني عند مستويات قياسية. برأيك هل سيستمر هذا الارتفاع للأسهم, وكيف سيؤثر قرار الفدرالي على الاقتصاد الأمريكي الفترة القادمة؟ نعم, بالتأكيد شفنا يعني جيروم باول كانت حقيقة رسالة واضحة ومنذ زمن, يعني نعم. كان دائما مرارا وتكرارا عم يشدد على أنه السياسة النقدية المتساهلة ما زلنا نحن فيها مستمرين حتى على الأقل نهاية 2023 مثل ما تفضلتي حضرتك, وذلك طبعا للأرقام الاقتصادية اللي هو بينظر إليها لأن تكون مستدامة أكثر, خاصة بموضوع البطالة, موضوع التضخم, وسوف يسمح للتضخم بالخروج عن النطاق المستهدف اللي كان 2%. هذا الشيء طبعا شفناه كيف انعكس على الأسواق طبعا وتفاعلت, ولكن نحن عنا الأهم, الرسالة طبعا ما وصلت لسوق السندات اللي ما زالت يعني التخارج من السندات مستمر حتى الآن. العوائد السندات لأجل 10 سنوات اللي هي المعيار الأساسي اللي نحن عم نشوفها دائما عم تكون مرتفعة, وخاصة في الأشهر أو الشهر الماضي على يعني بوتيرة, ما زالت هاي الوتيرة يعني مرتفعة. أنت تتوقع أن تستمر هذه العوائد بالارتفاع؟ عوائد السندات هاي إذا استمرت بالارتفاع والسوق ما زال ميقن أن هناك في تضخم قادم وأنه الفدرالي لا يحتسب هذا الموضوع, من نحن رح نشوفها رح تأثر على الأسهم اللي هي ذات القيمة العالية في المؤشرات, مثل ما نحن عم نشوف أسهم التكنولوجيا اللي هي حساسيتها أكثر لعوائد السندات. نحن بنعرف هي الشركات الكبيرة والقروض والأموال اللي هي تكلفة الأقراض لما بيكون عالي عليها بيزداد حساسيتها لها. هذا الشيء شفناه اليوم إذا لاحظتي بالناسداك كيف كانت تراجعات واضحة, وكل المكاسب اللي كانت على المؤشر رجعنا خسرناها, ولكن الأسهم أو المؤشرات اللي بتتكون من أسهم دورية اللي بتستفيد من النمو الاقتصادي هي دائما عم نشوفها على عم نكون الزخم واضح عليها. نعم. وفي ارتفاعات مثل الداو جونز. نعم, انت تتوقع ان تستمر العوائد بالارتفاع, برايك كيف ستؤثر على تعاملات الدولار الامريكي, يعني توقعاتك لاتجاهات الدولار؟ يعني هلا الدولار دائما نحن عم نشوف بما انه اذا نظرتنا للاقتصاد الامريكي اللي هي دائما عم تعطي ايجابيه اذا ما قارناه مع الاقتصاديات الاخرى المتقدمه, عم نشوف الاقتصاد الامريكي هو الوحيد من بين كل الاقتصاديات اللي هو بموضوع وتيره نشر وتيره اللقاح, الحزم التحفيزيه الكبيره ان كانت من الحكومه اللي اطلقناها مؤخرا 1.9 تريليون دولار, وايضا البنك المركزي الفدرالي هو ما زال يعني ماشي بالسياسه التيسيريه. هذا الشيء بيدعم يعني الاقتصاد الأمريكي. نعم. مقابل الاقتصادات الأخرى, هذا بالأكيد رح يصب. نعم. بمصلحة الدولار. نعم, نتحدث يعني عن دولار قوي, برأيك. نعم. في ظل قوة الدولار هل تتوقع استمرار ضعف الذهب, وهل فعلا يعني الذهب يستهدف 1600 دولار للأونصة بإيجاز؟ هلا بالتأكيد الذهب يعني عدة عوامل نحن عم نشوفها عم تدعمه. اليوم ضعف الدولار في يعني نحن شفناها كيف البنك المركزي الفدرالي يعني عم يعطي نظرة أنه لا يوجد هناك رفع لمعدلات الفائدة, هذا الشيء بيعطي دفعة للدولار, ولكن هاي الدفعة نحن يمكن تكون قصيرة الأجل لأنه أي ارتفاعات في الدولار في المستقبل رح تضغط عليه مرة أخرى. نعم, أيضا توقعاتك لاجتماع بنك إنجلترا ورؤيته لأداء الاقتصاد. هلا بنك إنجلترا هو متفائل حقيقة مع كل المتفائلين, وبينظر لموضوع عوائد السندات على أساس أنه متفائل على خلاف المركز الأوروبي اللي هو عم يشوفه عائق. نعم. للاقتصاد, فنحن ما منشوفه رح يتصرف أي شيء بهذا الاجتماع, رح يبقي معدلات الفائدة على ما هي. نعم. عليه أيضا وتيرة شراء الأصول على ما هي عليه, ولكن النبرة مهمة لنشوف توقعاته في المستقبل لوين راح تكون. نعم, سيد وائل حماد مدير إقليمي لشركة ICM Capital, شكرا جزيلا. شكرا لك.